عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السائل يسأل يقول: جئت لصلاة العشاء ولحقت الصلاة من البداية كاملة، ولكني نسيت، وعندما سلم الإمام قمت وأصلي الركعة الخامسة وظننت أنها الرابعة، وبينما أنا أقرأ في سورة الفاتحة تذكرت أنني صليت صلاة كاملة وأن الركعة التي أنا فيها الآن هي الخامسة وليس الرابعة. قال: ثم أكملت الركعة الخامسة وسجدت للسهو، فما القول في هذا؟ نقول: صلاتك باطلة وعليك أن تعيدها الآن. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فلصلاه ما تذكرها لك كفارة لها إلا ما يفعل الله عز وجل، ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فنقول: الصلاة باطلة لأن العشاء أربع ركعات وليس خمس ركعات. طيب، ما كان يجب عليك الآن؟ كان يجب عليك لما انتصبت قائما إلى الركعة الخامسة التي تظنها الرابعة، ثم بين أنت في سورة الفاتحة تذكرتها، كان ينبغي أن ترجع مباشرة وتجلس للتشهد، ثم تسلم، ثم تسجد للسهو سجدتين لما أحدثت من الزيادة. أما مضيك فيها مع تذكرك أنك صليت صلاة كاملة، فمعناها أنك أتيت بركعة خامسة زائدة، وعليه تبطل الصلاة جميعا، وعليك أن تعيدها الآن أربع ركعات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.